السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، راح ناخذ الموضوع الأخير من اللابلاس ترانسفورم اللي هي solution of differential equation using لابلاس ترانسفورم. أول شغلة مطلوب منك إنه أنت أولا تعرف الجدول التحويلات مالته، بالإضافة إنه لابلاس المشتقة الأولى هو S في الإف لل S ناقص الإف للنوت إف للصفر، ولابلاس المشتقة الثانية قانونها، ولابلاس للمشتقة الثالثة أيضا قانونها لازم نعرفها. هاي أول شغلة لازم نعرفها، الباقيات فسهلة الموضوع مالتها. قبل ما نبدأ بالديفرنشال إكويجن لازم نوضح إنه شلون راح نستخدم اللابلاس للديفرنشال إكويجن. فنجي نباوع هنا، انتبهوا لي انتبهوا لي كلش زين. إحنا كان عندنا دالة ناخذ لها اللابلاس إف للتي، صح؟ شو راح تطلع لنا؟ راح يطلع لنا اف للاس. اوكي، راح نجي ناخذ لابلاس انفيرس المن للاف للاس. المفروض يعني انا ان اخذ لابلاس للاف للتي، طلعت لي داله دلاله اس، يوم اجي هذا الاف للاس يوم اخذ لابلاس له المفروض شنو؟ يرجع بهاي الصيغة، صح؟ هذا اللوجيك والمنطق يقول هيجي انه منطقيا انه الاف تي اذا حولتها في الاس يوم ارجع اخذ الانفيرس ترجع نفسها، لكن بالديفرنشال اكويجن مو هذا راح يكون. راح ناخذ الدالة او الديفرنشال اكويجن اللي عندي المعادلة التفاضلية اللي هي ليش ديفرنشال اكويجن؟ ليش مو الجبر اكويجن؟ لانه تحتوي على تفاضل، جزء تحت تفاضلي موجود ضمن حدود المعادلة، إذا يسموها differential equation، يعني مشتقة مشتقة أولى مشتقة ثانية مشتقة ثالثة حسب ما موجود، هذا الجزء يسموه differential equation. ليش لوجود هذا الشيء؟ نجي نباوع هنا، أخذنا لابلاس للدالة اللي هي عبارة عن differential equation، بعدين أخذنا الانفيرس إلها، هاي غلط ما راح تطلع. راح يطلع لي الحل للدالة اللي هي F للتي، يعني طلعت لنا F للتي بس حمراء ما طلعت سودة، بمعنى انه طلع لنا solution المال للديفرنشال equation. تمام شباب، هسه نرجع لمحاضرتنا نكملها. السؤال انتبه، طبعا السؤال يجيك بهذه الصيغة: solve the following differential equation using Laplace transform. منطيك انه المشتقة الاولى للواي زائد الواي يساوي الاربعة، with الواي عند الصفر يساوي صفر. هذا الجزء يسموه boundary condition، تمام؟ هذا الجزء يسموه boundary condition. واي عندما التي تساوي صفر اذا قد يساوي قيمتها صفر. هذا ايش تفيدك؟ تذكر بالمشتقة عندنا هذا الجزء، هو هذا نفسه، هذا نفسه، هذا الوا هذا نفسه هذا. اوكي، هذا الواي هو واي للتي، شلون اف للتي؟ هنا انا واي للتي، شلون اف للتي؟ فهو واي للتي. اوكي، يعني هناك ايش نقول؟ اف للتي. اوكي، يم اخذ لابلاس الها تتحول، تحول اف للاس. هنا نفس الحالة، راح اخذ لابلاس للواي اللي هو للتي، راح تتحول كابتل اس، نفس المبدأ ونفس الصيغة ونفس الشيء. تمام شباب، وهناك مو عندنا اف للصفر واف للصفر مشتقة ومشتقة ثانية، هنا نفس الحالة، واي للصفر مشتقة ومشتقة ثانية حسب ما هو موجود. إذا أنا هنا عندي واي للصفر يساوي للصفر، ليش؟ لأنه موجود بالمعادلة مشتقة أولى. إذا المشتقة الأولى أحتاج بس هذا بوندري، زين إذا مشتقة ثانية لازم بالسؤال أعطيك هذا الجزء وأعطيك هذا الجزء. زين إذا ثالثة لازم أعطيك هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء موجود بالسؤال، وإذا ما موجود من حقك تفرض صفر. تمام؟ بدون ما تشيك بالنهاية. يعني هذا احنا يفيدنا الباوندري كونديشن حتى تسوي تيست للحل الاخير راح يطلع لنا، بس انت بهاي الحاله مجرد انه تطبق صفر وانتهى الموضوع.
اما يكون خطواتك المفروض تكون صحيحه. هسه احنا ايش قلنا هنا بالبدايه؟ قلنا احنا راح ناخذ الداله نسوي لها، راح ناخذ الداله نسوي لها لابلاس يطلع لنا اف الاس، بعدين ناخذ الانفيرس حتى يطلع لنا سوليوشن. راح نطبقها كالاتي، اخذنا لابلاس للطرفين، طبعا بما انه يساوي لازم لابلاس للطرفين، وزعت لابلاس بعدين جبت اطلع قيم. هذا الجزء هو نفسه، هذا لابلاس الواي للتي هو واي كابيتال اس، تحول لابلاس تحول داله دلاله اس، هنا داله دلاله تي، صح؟ هاي الفكره قويه. هنا أنا اربعه هي اربعه على اس، زين اذا كان اربعه في اكسبوننشال احوله، الاكسبوننشال شو التحويله؟ احوله اربعه ساين الزاويه يعني ساين الخمسه تي مثلا، احول التحويل اعتيادي. شلون نحول احنا لابلاس؟ ناخذ لابلاس اله، ناخذ لابلاس اله، تمام شباب؟ هذا جزء. هذا هنا ايش عندي؟ عندي هذا صفر. ليش؟ هو بالسؤال جاي يقول هذا بالسؤال، بالسؤال اصلا هو تقول انه هذا الواي للصفر هو صفر، فواي للصفر صفر. بقى بقى اس واي، هذا اس واي للاس زائد الواي للاس يساوينا أربعة. أخذت هاد وهاد عامل مشترك، هنا طلعته برا، بقى هنا الاس وهنا بقى واحد، يصير زاد واحد، هنا طرف الوسطين حتى أوخر الواي للاس واحد، وأي شيء بعده واحد. يعني أول مرحلة خلصت منها إنه حولت الدالة من تي إلى دالة دلالة الاس، هذا أول جزء خلصته منه. هسه نجي شلون نطلع، هسه شو نسوي؟ ناخذ الانفيرس للطرفين، اوكي؟ ويساوي لنا احنا شلون نطلع الانفيرس مال هذا الجزء؟ قلنا مجرد نسوي اي وبي. ليش؟ لان المقام اس اللي هو المحاضره السابقه اللي اخذناها اللي هي بالبارشل فراكشن، تمام شباب؟ بالبارشل فراكشن انه مجرد انه نسوي طريقه الثوابت، ناخذ الليميتيشن، وهذه الطريقه انا شارح لكم اياها واضحة عندكم، وهم عيد هنا للتوضيح. مجرد اخذنا الاي والبي، ليش؟ لانه اس واس يصير اس تربيع اذا اي وبي. اخذت الاس هنا وهنا الاس زاد واحد، تمام؟ هنا الاس يساوي لصفر، وهنا اس زاد واحد يساوي لصفر، اخذت المقام، اذا اس يساوي لسالب واحد. اذا الحدود بالاي صفر، والحدود الليميتيشن مالتي بالبي هو ماينس واحد. هنا صفر وهنا ماينس واحد، موضحات. أربعة أربعة هو البسط القديم نفسه، هذا أربعة أربعة. أجي هنا أنا بالأي، ضميت الأي أخذت المقام مال البي، أس زائد واحد. أجيت الثاني بالبي، ضميت البي أخذت المقام مال الأي اللي هو على أس. مجرد التعويض راح يطلع لنا أربعة ماينس أربعة. أجي أما أعوض بقانون يطلع لنا أربعة على أس، لابلاس انفيرس أربعة على أس، وهنا زائد ناقص أربعة على أس زائد واحد يساوي لنا واي للتي. اذا الواي للتي يساوي 4 ناقص 4 اي للاكسبوننشال المال للماينس تي. راح نرجع نباوع، اذا نرجع شباب نباوع انه انا عندي واي للصفر هو صفر، اذا من حقي انا هسه اعوض هنا صفر. اذا عوضت هنا صفر اكسبوننشال للصفر واحد، تبقى 4 ناقص 4 صفر، ثبتت النظريه مالتي، اذا خطوات الحل كلها صحيحه. انتبه هنا على الواجبات، عندكم هذا واجبات، أول شيء هذا واجب على الموضوع اللي هو مال differential equation، واضح جدا، يعطيك الباوندري واي للصفر الصفر، ومعطيك المعادلة هاي تستخدمها، مشابه للسؤال اللي حليناه قبل شوي، مجرد هنا عندنا الاكسبوننشال للتي. شلون نحول الاكسبوننشال للتي؟ المفروض تعرفون عندكم الجدول. هذا السؤال الثاني على الموضوع القديم اللي هو على لابلاس، بعطيكم هاي دالة لابلاس، حول إياها لابلاس. وهنا ايضا مطلق داله رايد لابلاس للمشتقه الثانيه، مطلق داله رايد لابلاس للمشتقه الثانيه، تمام شباب؟ وهنا انا مطلق داله، اوكي، انا مطلق داله رايد لابلاس المن الداله ولابلاس المشتقه مالتها، تمام شباب؟ انتبهوا عليها. طبعا هذا السؤال هنا أنا. هذا السؤال exponential هنا e minus t، حسب ما اذكر انه هذا e minus t، اخاف على الناس يكتبها، فهذا اخذوها e للماينس t.
شباب لهنا تنتهي المحاضرة، أتمنى لكم كل التوفيق، لا تنسون الاشتراك بالقناة، دمتم سالمين.